أهلا بكم وأرحب بمن ينضم معي من لندن، الأستاذ إبراهيم حميدي رئيس تحرير مجلة المجلة. مرحبا. مساء الخير عزيزي أستاذ يوسف. مساء النور. الولايات المتحدة الأمريكية ومفاوضات الحرب، العصا الغليظة والأسلوب الناعم، مقولة رئاسية تاريخية أمريكية يبدو أنها تتحقق، تعليقك؟ بالفعل، يعني مرة أخرى مساء الخير لك وللمشاهدين الأعزاء. بالفعل هذه المقولة التي قالها الرئيس الأمريكي الراحل والأسبق ثيودور روزفلت، أكمل عصا غليظة وتحدث بلغة ناعمة، هي تتحقق حاليا كما نعرف جميعا. ووزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أعلنت مؤخرا بأنها نشرت بحدود 30,000 جندي في منطقة الشرق الأوسط، وهناك من يتحدث عن انتشار بحدود 40,000 جندي، وأيضا نشرت ثلاث حاملات طائرات وقطع بحرية كبرى بما فيها بعض المعدات أو القطع البحرية التي تحمل سلاحا نوويا. الهدف الأساسي من نشر هذه القوات البحرية والبرية بشكل غير مسبوق منذ سنوات طويلة بالفعل، هو أعتقد أنه أرادت أمريكا أن ترسل رسالة واضحة، لأنها بالتوازي مع هذا الحشد البري والبحري أوفد الرئيس الأمريكي جو بايدن كبار مساعديه، مدير مخابرات جهاز وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشاره لشؤون الشرق الأوسط بريد ماجورك، وأيضا مبعوثه الشخصي إلى لبنان أرسل إلى بين بيروت وتل أبيب، أن نتحدث عن أموس هوكشتين. كلهم كانوا في المنطقة، يعني بالنسبة حاليا في المنطقة هناك مساران، مسار الحشد العسكري البري والبحري، وهناك الجهود الدبلوماسية. الهدف أن أمريكا أو إدارة جو بايدن تريد أن ترسل رسالة ردع لإيران كي لا تقوم بالرد على اغتيال رئيس مكتب سياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران واغتيال القيادي في حزب الله، رسالة ردع إلى إيران بأن لا تقوم بتصعيد كبير بهجوم على إسرائيل، وأيضا هي رسالة طمأنة أو دعم لإسرائيل بأنها ستقوم بكل ما يمكن لحمايتها والدفاع عنها إزاء أي هجوم محتمل. لكن أيضا هي أرادت أو إدارة بايدن أرادت أن تقول بأنه بالتوازي مع هذا أو إبراز العضلات العسكرية، هناك رغبة في الوصول إلى التهدئة، هناك رغبة في الحوار الدبلوماسي، ومن المفتاح حاليا كما يقال وكما قاله بلينكن في تصريحات أخيرة، المفتاح هو يجب أن يحصل هناك اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى في غزة، وممكن البناء عليه باتجاه تهدئة أكثر في جنوب لبنان بترتيبات معينة بحيث تحول هذه الترتيبات دون تصعيد كبير عسكري بين حزب الله وإسرائيل. جو بايدن ووزير خارجية بلينكن مررا خبرا بموافقة نتنياهو على إيقاف الحرب، بينما الصحف الإسرائيلية نفت ذلك تماما وذكرت بأن نتنياهو أوصل للإدارة الأمريكية خبرا بأنه يرفض كل هذه التفاصيل. ماذا نفهم ونفسر مثل هذا التضارب؟ يعني طبعا التفسير السهل والمباشر بأن هناك فجوة، هناك اختلاف أولويات بين إدارة بايدن من جهة طبعا وفريقه، إدارة بايدن وفريقه من جهة، وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه أو حكومته اليمينية من جهة أخرى. وهذه ليست المرة الأولى، طبعا آخر مرة كما تفضلت حضرتك بأنه بالفعل بلينكن قال أو حتى بايدن قال بأننا نحن قريبون من اتفاق وقف نار وتبادل أسرى في غزة، وأن نتنياهو وافق على المقترح المعدل الأخير بما فيها التخلي عن السيطرة على معبر فيلادلفيا والمعبر الآخر نتساهم. لكن بعد ذلك تسربت معلومات بأن نتنياهو قال في اجتماع آخر بأنه لا، لم يحصل ذلك، لم يوافق على التخلي عن السيطرة على معبر فيلادلفيا اللي هو جنوب غزة قرب حدود مصر، قرب سيناء حدود مصر. وهذا استدعى أيضا أنه مسؤول أمريكي كبير مرافق لبلينكن سرب بأنه لا، نحن يعني واضحنا كما ذكرت واضح أنه في اختلاف بما يقوله الأمريكيون بما فيه الرئيس الأمريكي بايدن وبلينكن وما يقوله أو يسرب عن الإسرائيليين وبما فيه تحديدا نتنياهو. طبعا التفسير الأول
هو أن هناك خلافات بالأولويات بين الطرفين، نتنياهو من جهة وبايدن من جهة أخرى. لكن هناك طبعا تفسير إضافي ويجب أن نأخذه في الاعتبار، أنه منذ هجوم غزة، هجوم عفوا 7 أكتوبر على غلاف غزة والرد الإسرائيلي في قطاع غزة إلى الآن، يجب أن لا ننسى بأن، وهذا عامل مهم، أن الجانب الأمريكي يقدم الدعم العسكري والاستخباراتي والدبلوماسي السياسي الكامل لإسرائيل، سواء الدفاع عنها كما حصل لدى الهجوم الإيراني ب 300 مسير وصاروخ في منتصف أبريل نيسان الماضي، أو بتقديم المعدات والذخائر والأسلحة إلى الجيش الإسرائيلي في هجماته وهجومه على غزة أو قطاع غزة، أو البعد الثالث كما ذكرنا في البداية، إرسال المعدات الضخمة غير المسبوقة البحرية، حاملات الطائرات والقطع النووية والقوات البرية للدفاع عن إسرائيل. بمعنى صحيح أن هناك خلاف سياسي في الأولويات، لكن إدارة بايدن بما فيها الرئيس بايدن في اتصاله الأخير مع نتنياهو كان واضحا في القول بأنه أوكي في خلافات، لكن هذا لا يعني أبدا أن أمريكا ستتوانى ولو بأي لحظة في الدفاع عن إسرائيل أمام أي خطر ممكن سواء من إيران أو غيرها. أسئلة كثيرة مطروحة أستاذ إبراهيم، أختم معك بهذا السؤال عن القادم في الأوضاع. طبعا يعني يا ريت اي واحد مننا عنده جواب واضح لما هو المتوقع يا ريت اي واحد عندنا هيك العين السحريه كي او الكره السحريه التي تساعد على التوقع، لكن الواضح ان المنطقه هي امام ثلاثه خيارات على الاغلب. الخيار الاول هو أن إيران ووكلائها والميليشيات التابعة لها تقوم بالرد على اغتيال إسماعيل هنيه والقيادة في حزب الله بهجمات منسقة من إيران ووكلائها على إسرائيل، وبالتالي هذا تقوم يأخذ نتنياهو من ذلك فرصة كي يقوم بتصعيد إضافي في الحرب سواء في غزة أو في ضربة وتوسيع الحرب على حزب الله في لبنان، أو ربما هناك من يقول بأن الاحتمال أن يأخذ نتنياهو من هذا الهدف، من هذا الهجوم الإيراني المحتمل بتوجيه ضربات إلى المفاعل النووي. كما تعرف أنه في أبريل الماضي هناك غارة غامضة على الأغلب الإسرائيلية على المفاعل النووي في أصفهان، وهناك من يقول بأن نتنياهو قد يستعمل الهجوم على إسرائيل لشن ضربات كبرى على المفاعل النووي الإيراني. وطبعا هنا سيكون التساؤل، ما هو سيكون موقف الإدارة الأمريكية؟ طبعا الأمريكيون يقولون بأنهم سيدافعون عن إسرائيل، لكن هل يساهمون في الهجوم؟ لكن لا شك أن هذا سيؤدي إلى تصعيد كبير في المنطقة. الخيار الآخر والخيار الذي ذكرناه في البداية أنه هذا الحشد العسكري والحشد الدبلوماسي يؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى ومساعدات إنسانية وهدوء، وأيضا إلى ترتيبات في جنوب لبنان وإلى مسار تهدئة في الإقليم بدءا من غزة إلى جنوب لبنان، وربما يترجم بتهدئة إقليمية سياسية واسعة. طبعا هذا الأمل وهذا الذي يعمل عليه. الخيار الثالث وهو البقاء الأمور على ما هي عليه، تصعيد وتوغلات إسرائيلية في غزة، اغتيالات وضربات من إسرائيل وعلى حزب الله كما حصل في الفترة الأخيرة، أن هناك هجوم حتى في عمق لبنان بمخزون أسلحة وذخائر لحزب الله في البقاع اللبناني، إضافة إلى احتمال توتر وبين الميليشيات الموالية لإيران في سوريا والعراق على القوات الأمريكية. هذا الخيار يعني استمرار الوضع الحالي. طبعا يعني لابد أن نحن دائما نتذكر عندما نقول أي خيار محتمل أو أي سيناريو محتمل بأننا
نحن نقترب من الانتخابات الأمريكية، هناك أقل من 3 أشهر على الانتخابات في بداية نوفمبر تشرين المقبل، وبالتالي مع قرب الانتخابات الإدارة الأمريكية تكون مشغولة، رئيس بايدن سيكون مشغولا بشكل كثير في الانتخاب لدعم نائبته كاملا هاريس، وأيضا الحلفاء والخصوم يأخذون ما تقوله الإدارة الأمريكية يأخذون في الاعتبار بأنه أن الرئيس لا هو الرئيس مغادر، وبالتالي هذه المرحلة الانتقالية، وقد تكون هذه المرحلة الانتقالية النفوذ الأمريكي يخف وتزيد المخاطر، لأنه سواء الخصوم أو الحلفاء سيحاولون بتحقيق مكاسب على الأرض تحسن وضعهم لدى وصول رئيس أمريكي جديد إلى البيت الأبيض في نهاية العام وتسلمه بشكل رسمي في بداية العام المقبل. رئيس تحرير مجلة المجلة من لندن الأستاذ إبراهيم حميدي، شكرا جزيلا لك.